لي. أما الآليات اللي بواجه فيها الجسم البرد فهي أولاً انقباض الأوعية الدموية في أطراف الجسم. راح تلاحظ أطراف أصابعك، رجليك أو حتى أنفك وأدنيك باردات في فصل الشتاء، والسبب إنه الجسم بيقبض الأوعية الدموية في الأطراف للحفاظ على الحرارة في الأجزاء الداخلية. الآلية الثانية هي نداء الطبيعة، الذهاب إلى الحمام. بسبب انقباض الأوعية الدموية في أطراف الجسم، هذا الشيء راح يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم، فالجسم بيعاكس هذا الفعل بزيادة طرح الماء عن طريق عملية الإخراج. وبالتالي خليك جاهز لما تسافر في الشتاء أو تروح لأي مكان تكون جنب الحمام. الارتعاش. كلياتنا نرتعش بالشتاء، بس عمرك سألت حالك ليش؟ هي من أهم وسائل الجسم في الحصول على حرارة عالية في فترة قصيرة جدا. وجد العلماء أن الارتعاش يؤدي إلى إنتاج حرارة عن طريق العضلات الموجودة في الجسم 5 مرات أكثر من الحركة الطبيعية. الآلية الرابعة وهي مربط الفرس، أن الجسم بيزيد من عمليات الهدم والبناء الميتابوليزم في فترة الشتاء. في مثل عند اللاعبين بناء الأجسام بيقول لك summer bodies made in winter، أجسام الصيف تصنع في الشتاء. وهذا الشيء بسبب أنه الجسم بيكون عنده قابلية أكثر بسبب زيادة عمليات الهدم والبناء الميتابوليزم. وبالتالي هتلاحظ أنه أنت فترة الشتاء لو انتظمت بتمارين رياضية قوية وبنظام غذائي هتحصل على جسم رشيق ورياضي بفترة ما بتتوقع. الدهون البنية هي نوع مختلف عن الدهون أو خلايا الدهون العادية اللي بنعرفها. الدهون البنية بتتميز أنه الجسم بيستخدمها في فترة الشتاء لإنتاج كميات أعلى من الحرارة، وبالتالي بنرجع بنأكد أنه الجسم عنده قابلية أكثر أنه يخسر وزن في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف. صح سناب، حياتك عيشها صح في أمان الله.